السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة السعودية. البداية بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون غدا إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية أول مناسك الحج. الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترفع جاهزية المواقيت ومساجد الحل استعدادا لموسم الحج. تخصيص 16 أبوابا وخمسة جسور لتسهيل حركة الحجاج في الحرم المكي وأبواب خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن. والمنتجات التجارية المعدة للحجاج تحظى بحماية عدلية والنيابة العامة تتوعد المخالفين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. أحييكم. الثامن من ذي الحجة يتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد مشعر منى لقضاء يوم التروية اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الثامن من شهر ذي الحجة يوم التروية، حيث يتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى للمبيت فيه اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد إنهاء طواف القدوم. سمي بيوم التروية لارتباطه بارتواء الحجاج من الماء قديما وتزودهم به من أجل يوم عرفة في أجواء إيمانية وروحانية، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات يغتنم الحجاج يوم التروية للإكثار من التلبية والتسبيح والذكر والتضرع إلى الله بالدعاء طلبا للرحمة والمغفرة، حيث يبيتون ليلتهم استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم يوم التاسع من ذي الحجة والصعود إلى عرفات مع طلوع فجره. ويعد مشعر منى أول محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، حيث يقع بين مكة المكرمة ومزدلفة على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام. ويتجهز مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام مبكرا مع إنجاز الخطط التشغيلية وتكامل العمل بين كل القطاعات لتيسير الخطط المرورية والحركة الترددية للحجيج. يتجمع الحجاج في منى تحيطهم خدمات أمنية طبية وتموينية، خزن تشغيلي واستراتيجي للمياه والكهرباء، وطاقات بشرية وتقنية وآلية، لتكون رحلة الحاج إيمانية كاملة محفوفة بالأمن واليسر والطمأنينة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. رفعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جاهزية المواقيت ومساجد الحل استعدادا لموسم حج هذا العام، حيث تم تجهيز عدد من المواقيت ومساجد الحل وتهيئة مرافقها الخاصة لتحسين جودة تجربة ضيوف الرحمن. انطلقت فجر اليوم أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة من محطة مشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن في أداء النسكيم لموسم حج هذا العام. من المتوقع أن ينقل قطار المشاعر خلال موسم الحج لهذا العام أكثر من 2 مليون حاج في المشاعر المقدسة، يتم خلالها نقل حجاج بيت الله الحرام بين محطاته 9 في منى وعرفات ومزدلفة.
انطلق التشغيل الفعلي لقطارات المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام في تمام الساعة 4 فجرا عبر 17 قطارا. هذا التشغيل سيشهد إجراء أكثر من 2000 رحلة سيتم خلالها نقل أكثر من 2 مليون راكب بين محطات قطار المشاعر التسع التي ترتبط فيما بينها بخط حديد يبلغ طوله 18 كيلومتر من خلال قطار كهربائي تبلغ سرعة 80 كيلومتر في الساعة ويتسع ل 3000 راكب. 72 ألف راكب في الساعة هي الطاقة الإجمالية للتنقل بين المشاعر عبر القطارات المجهزة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. استعدينا من خلال تدريب وتوظيف أكثر من 7500 موظف وتأهيلهم، أيضا اختيار عدد منهم من ما يجيد الحديث لأكثر من لغة للتعامل مع ضيوف الرحمن بآلية دخولهم للمحطات وآلية ركوبهم القطار ثم آلية مغادرتهم القطار ثم خروجهم للمحطة، حيث يتم توجيههم بشكل كامل والحفاظ على سلامتهم من خلال إدارة الحشود المردف للمحطات بإذن الله. قطارات تم تهيئتهم واستعداد لاستقبال الحجاج والتيسير عليهم لأداء المناسك، وخدمة هي إحدى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. طارق المسعود، المشاعر المقدسة، مكة المكرمة. انطلقت صباح اليوم القافلة الطبية التي تقل الحجاج المرضى المنومين بمستشفيات جدة إلى المشاعر، والبالغ عددهم 6 مرضى و5 حالات جرى نقلها بواسطة سيارات الإسعاف، وحالة تم نقلها بواسطة الإسعاف الطائر، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر. أسطول إسعافي أرضي وجوي الهلال الأحمر يعلن جاهزيته لموسم الحج بمشاركة أكثر من 2540 من الكوادر الطبية والإدارية، ويضيف عربات الجولف والسكوتر إلى الخدمات في الحج. استكمالا لتوفير جميع الخدمات الصحية، أعلنت هيئة الهلال الأحمر جاهزية منظومتها في الحج بأعلى المعايير القياسية والتقنية. الهيئة خصصت 98 مركزا طبيا لخدمة ضيوف الرحمن، يعمل خلالها أكثر من 2500 شخص من الكادر الطبي والإداري وقرابة 500 متطوع، كما هيأت 320 سيارة إسعاف و10 باصات إسعافية و13 سيارة للاستجابة المتقدمة،
وأطلق الهلال الأحمر خدمة الإسعاف الجوي من على الأبراج المحيطة بالحرم، إذ ستمكن الفرق الطبية من الوصول للحجاج ونقلهم للمنشآت الصحية بسبع طائرات. الفرق الطبية المختصة باشرت أكثر من 1000 حالة إسعافية في 3 نطاقات بمكة والمشاعر والحرم المكي، حيث عملت الفرق الإسعافية والتي تجاوز عددها 270 فريقا على الاستجابة للحالات الطارئة بشكل مباشر وسريع. جهات القطاع الصحي ومن ضمنها الهلال الأحمر تواصل مساعيها لينعم ضيوف الرحمن برعاية صحية عالية الجودة تتوافق مع أفضل المعايير الطبية المتبعة عالميا. في إطار التكامل بين منظومة الصحة وحرصا على تعزيز دور التطوع في المجتمع وإبراز أهمية العمل التطوعي في القطاع الصحي خصوصا خلال مواسم الحج، أوضحت وزارة الصحة أن عدد المتطوعين الصحيين والإسعافيين في موسم حج هذا العام بلغ نحو 5466 متطوعا ومتطوعة، منهم 3000 من مركز التطوع الصحي و 2466 من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية والتوعوية لضيوف الرحمن عبر أكثر من 150 فرصة تطوعية وبعدد ساعات تتجاوز 72,000 ساعة تطوعية. وبينت الصحة أن الفرص التطوعية هذا العام شملت عدة محاور ومجالات حيوية في أكثر من 16 موقعا خدميا في مكة والمدينة وجميع المشاعر المقدسة. تضمنت الفرص التطوعية في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للحجاج وتوفير الفرص التطوعية العلاجية في المراكز الصحية بعرفات والتوعوية في المواقيت بهدف نشر الوعي الصحي بين الحجاج قبل بدء مناسكهم مما يسهم في الوقاية من الأمراض والإصابات. خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين خلال موسم حج هذا العام 16 بابا وخمسة جسور، بالإضافة إلى تهيئة 8 أبواب لذوي الإعاقة وكبار السن مزودة بعلامات إرشادية واضحة لضمان انسيابية عالية تسهل على الحجاج والمعتمرين أداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة. يواصل ملتقى إعلام الحج استقبال الوفود الإعلامية والزوار وسط تقنيات رقمية تفاعلية لخدمة أكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وعربية وإسلامية وعالمية، وما يزيد عن 1500 إعلامي محلي ودولي خلال موسم الحج الذي يستمر خلال الفترة من 4 إلى 10 بمكة المكرمة. يتميز الملتقى بإقامة 11 منطقة إعلامية داعمة ومعرض إعلامي تفاعلي يبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. أكدت النيابة العامة أن المنتجات التجارية المعدة للحجاج تحظى بحماية عدلية تجاه أي سلوك من شأنه الغش بها أو عدم مطابقتها للمقاييس المعتمدة من الجهات المختصة. وأوضحت النيابة أن كل من باع للحجاج منتجات مغشوشة أو صنع لهم منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة يعاقب وفق نظام مكافحة الغش التجاري بالسجن مدة تصل إلى 2 سنين وبغرامة تصل إلى 500,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. يواصل المركز الوطني لإدارة النفايات أعماله ومبادراته في مواسم الحج لهذا العام، حيث يستهدف تطبيق نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية بشكل كامل. من المقرر أن ينفذ موان العديد من المبادرات التي تسعى إلى خدمة ضيوف الرحمن ورفع مستوى الوعي وإثراء السلوكيات الإيجابية لدى الحجاج. تفاصيل أوسع ينقلها لنا الزميل طارق المزهود مراسل أخبار السعودية من المشاعر المقدسة. مرحبا بك طارق، تفضل الصوت والصورة لديك. نعم مساء الخير منى، مساء الخير لجميع متابعي أخبار السعودية. أنا أتواجد في ناحية من نواحي المشاعر المقدسة
وخلفي هي منشأة الجمرات وكذلك أفراد الأمن وهم يأخذوا مواقعهم من أجل التنظيم وكذلك التأكد من أن جميع من هو موجود هنا يطبق الأنظمة بكافة بحذافير إن صحت العبارة. المركز الوطني لإدارة النفايات هو أحد الجهات التي تقوم على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم العديد من المبادرات وورش العمل. على سبيل المثال هناك مبادرة المخيم النموذجي، هذا المخيم الذي تهدف من خلاله الإدارة المركز الوطني لإدارة النفايات إلى تقديم هذا النموذج من خلال وجود جهاز يقوم على تحويل الطعام أو بقايا الطعام إلى سماد وفق آلية معينة، وبالتالي الحفاظ على البيئة. كذلك المبادرات الأخرى الخاصة بالإحرام وغير ذلك. أضيف منى إلى ورش العمل التي قدمها المركز الوطني لإدارة النفايات التي هدفت إلى التعريف بإدارة النفايات وأنظمتها وكذلك الهدف منها وغير ذلك، استمرت على مدار أيام عديدة قبيل بدء موسم حج هذا العام، وتم توعية أصحاب المخيمات والعاملون في المخيمات وكذلك كل من له شأن في موسم الحج. خلال الاستعداد لموسم الحج هناك زيارة لأكثر من 50 منشأة قام بها المركز الوطني لإدارة النفايات، ونحو أكثر من 260 جولة، ونتج عنها تقريبا نحو 100 مخالفة. المخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بأنظمة المركز الوطني لإدارة النفايات، كذلك عدم وجود تراخيص في نقل النفايات وغير ذلك. أختم وأقول منى إلى أن هذه الجهود التي تقدم من المركز الوطني وكذلك المراكز الأخرى والجهات والهيئات من أجل الحفاظ على السلامة والنظافة والبيئة وغير ذلك، كل ذلك يأتي من أجل توفير بيئة آمنة لحجاج بيت الله الحرام. الذي يتبقى على الحاج هو أن يعين هذه الجهات عبر الالتزام بالتعليمات، سواء كانت هذه التعليمات خاصة بالنفايات، سواء كانت هذه التعليمات خاصة بالمظلة الواقية من الشمس، سواء كانت هذه التعليمات خاصة بالالتزام بالأنظمة واتباع التعليمات والإرشادات. المتواجدون هنا منى هم وجدوا وعملوا من أجل حج آمن لحجاج بيت الله الحرام، بضعة أيام يقضيها الحاج هنا، يتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبالتالي ينعم بحج بإذن الله تعالى ميسر وكل ما يحتاجه الحاج من خدمات بإذن الله تعالى. إذن هذه المبادرات تسعى إلى خدمة ضيوف الرحمن، أيضا لرفع مستوى الوعي وإثراء سلوكيات الإجابة الإيجابية لدى الحجاج. لك منا جزيل الشكر طارق المزهود على هذه المشاركة، شكرا لك. أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 26 مخالفا لأنظمة وتعليمات الحج، وهم 9 وافدين و17 مواطنا، وذلك إثر قيامهم بنقل 124 مخالفا، حيث تم إصدار عقوبة السجن 15 يوم لكل ناقل وغرامة مالية قدرها 10,000 ريال، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة والمطالبة بمصادرة مركبة واحدة مستخدمة في النقل قضائيا. في مسعاهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام والوصول إلى بيت الله العتيق، سلكت قوافل الحجاج بيت الله منذ أن فرض الله الحج على المسلمين دروبا وسبلا عدة، ملبية وجهتها لبيت الله العتيق تهفو قلوبهم لأداء فريضة الحج. للمزيد ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية الزميل محمد الثقفي، مرحبا بك محمد، تفضل.
أهلا منى، مساء الخير لك ولسادة المشاهدين. اتصلت الطائف بمكة اتصال وثيق، ومما يبرهن على هذا الاتصال وهذه العلاقة أن الأولى امتازت لأن تكون بستانا لمكة بما تمده من خيرات من مزارعها، وأيضا ما نحن بصدد الحديث عنه وحوله، ألا وهي دروب وقوافل الحج والتجارة التي كانت تمتد من الطائف إلى مكة ومن مكة إلى الطائف عبر دروب مختلفة ومتشعبة إلى يعني هذا الوقت الحاضر الذي عبدت فيه الطرق ومهدت فيه مسالك الحجاج والعابرين عبر الطائف ومكة. هذه الدروب انصرفت لها اهتمامات المؤرخين والباحثين القدامى والمعاصرين حتى أصبحت مادة للبحث والتنقيب. سنتعرف عن أبرز ما تحويه هذه الدروب وما زالت تحتفظ ببعض معالمها حتى اليوم من خلال الباحث في تاريخ الطائف الأستاذ منصور الحارثي. نرحب فيك بكل تأكيد أستاذ منصور ويعطيكم العافية. اليوم طبعا العلاقة عن الحج والدروب التي توصل ما هو إلى ما هو الأفئدة من كل فج عميق برا وبحرا وجوا، نعود بالعلاقة القديمة لهذه الدروب وتحديدا فيما يتعلق بنقطة الربط ما بين الطائف ومكة. بسم الله الرحمن الرحيم. ترتبط الطائف بمكة ارتباط روحي وأيضا ارتباط جغرافي واجتماعي. يرتبط الطائف بمكة بتقريبا ما يربو على 16 طريقا حسب بحث أجري في هذا الشأن. طبعا هذه الدروب يسلكها الحجاج وأيضا التجار، وهي طرق للحج وأيضا للتجارة. طبعا كل من ناحيته، أهل الشرق من الشرق وأهل الغرب من الغرب وكذلك الجهات الأخرى. من هذه الطرق هذا الطريق الذي هو خلفنا وهو مرصوف بالحجارة، ويعود تاريخ الطريق هذا آخر تجديد له سنة 572 تقريبا للهجرة أو ما يزيد على هذا التاريخ تقريبا، وهو لازال كما هو مرصوف بالحجارة. فقد ذكر العياشي في رحلته عندما زار الطائف عام 1073 أن هذا الطريق المرصوف من جهة وادي المحرم أو أعلى وادي قرن يتسع لثلاث في بعض منحنياته يتسع لثلاثة جمال بأحمالها، كما ذكر ذلك أيضا صاحب كتاب منزل الوحي أن هذا الطريق مرصوف بالحجارة، وهو أيضا يسلكه المشاة ويسلكه أيضا الجمالة. طبعا نحن الآن في أعلى مصبات وادي قرن، وادي سقم أحد مصبات وادي قرن، وهذا الطريق الذي هو خلفنا قائم واحد الشواهد على هذه الدروب الحية التي ترتبط بمكة. لو نتكلم عن ماذا بقي من هذه الطرق وكيف يمكن فعلا نشر الثقافة حول هذه الدروب القديمة والحفاظ عليها، هل سعيتم يعني بحكم اهتمامكم بعدد من عضويات جمعيات التاريخ لحفظها و يعني توصيات للجهات المعنية بالاهتمام فيها والعناية فيها؟ الطرق الأثرية والتاريخية الموجودة بمحافظة الطائف هي كنوز، إذ تحوي بعضها نقوش غير منقوطة يعود تاريخها للمئة الأولى، المئة الهجرية الأولى. بعض هذه الطرق يوجد بها محطات للحجاج قديمة وهي لسقي الحاج، كما هو موجود في هذا الطريق فيما مضى بأعلى هذا الطريق محطة لتزويد الحجاج بالماء تسمى زير المغربي.
وهي والآن تحول إلى مسجد. مسجد. بسألك عن مدة الرحلة عبر هذه الطرق، يعني أطول رحلة وأقصر رحلة عبر هذه الطرق، هل تم حساب المسافة تقريبا؟ نعم، هناك طرق أو شيء الطريق يعتمد على هل هو طريق للمشاة فقط أو للقوافل أو للدواب. بعض هذه الطرق يوم وليلة للمشاة الذين لا يحملون متاعا كثير ومتخففين من الأحمال. أما بالنسبة للقوافل أو الجمال التي ترحل في هذه الطرق فهي تزيد على ذلك، والمسافة يحددها الزمن الذي يقطعه القافلة. إضافة أخيرة حول هذه الدروب، هذه المسالك، يعني حاب تؤكد عليها وتذكرها. الحقيقة أنه في بعض هذه الطرق يوجد نقوش كتابية ورسوم، آمل أن يعاد ترميمها، يعاد ترميم الطرق ويحافظ على تلك النقوش، ويجرى مزيد من الدراسات الأثرية والمسوحات الأثرية حول هذه النقوش. كل الشكر لكم أستاذ منصور الحارثي ولكل هذا التوضيح. إذن كان معي ضيفا أستاذ منصور الحارثي، الباحث في تاريخ الطائف، والذي أطلعنا ويعني على تفاصيل كثيرة ومهمة حول الارتباط فيما يتعلق بالطائف ومكة، حول دروب ومسالك الحج قديما، وهذا التنقيب بعد أن أخذنا يعني كافة الجهود الحكومية واطلعنا على ما تقدمه من جهود كبيرة، ومنها مجال الطرق والنقل بكل تأكيد، وهو ما يبرهن على الريادة السعودية في هذا المجال من خلال المؤشرات والأرقام العالمية التي تؤكد الدعم السخي الكبير لمجال الطرق التي تسهل وتيسر رحلة الحاج والمعتمر برا وبحرا وجوا. أعود لك منى بالصوت والصورة. نعم، أشكرك جزيل الشكر الزميل محمد الثقفي، أيضا نشكر ضيفك الكريم، شكرا لكما. مستمرون معكم في هذه النشرة ولكن بعد هذا الفاصل. أوحد الله والأشواق والسبل، حمادة فين النسكافيه بتاعك؟ حبيبي تعملي نسكافيه؟ نسكافيه تميسي كفر قفقف نحن نسكافيه. عايز نسكافيه مع السكر؟ هوات نسكافيه حيوة خونا حيوة حيوة. ما تقدر تشوف الترسبات ولكن هي دائما موجودة عند أجمال ستريت، أقوى بخمسة أضعاف في تقليل الترسبات مقارنة بالفرشاة وفيض الأسنان، لفم أكثر نظافة ولثة صحية. أكمل الروتين مع الستريت.
أحييكم من جديد. إليكم موجز لأهم الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون غدا إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية أول مناسك الحج. الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترفع جاهزية المواقيت ومساجد الحل استعدادا لموسم الحج. تخصيص 16 أبوابا وخمسة جسور لتسهيل حركة الحجاج في الحرم المكي وأبواب خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن. المنتجات التجارية المعدة للحجاج تحظى بحماية عدلية والنيابة العامة تتوعد المخالفين. أحييكم. ووصل دولة رئيس وزراء جمهورية النيجر لامين زين علي محمن إلى المدينة المنورة، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة وعدد من المسؤولين. الله أكبر. استعدت كافة الجهات المشاركة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من خلال تسخير كافة الإمكانيات واستحداث كل ما ييسر مناسك حجاج بيت الله الحرام في الحرم المكي الشريف. للمزيد مع الزميل طارق الغامدي من أمام الكعبة المشرفة. مرحبا بك طارق، تفضل. نعم، يعني اليوم هو من الأيام الجميلة والعظيمة، وهو أحد أيام عشر ذي الحجة. طبعا هذا اليوم يقبل عليه حجاج بيت الله الحرام على المسجد الحرام. طبعا يكون هناك في ارتفاع وفي كثافة في عدد الحجاج والقادمين إلى المسجد الحرام. هذه الزيادة هي أيضا زيادة معلومة بإذن الله تعالى للعاملين في هذا القطاع وأيضا المهتمين وأيضا الذين يقومون على تسيير وتذليل كل ما يمكن لحجاج بيت الله الحرام، لعل من بداية من الأبواب والمداخل والمخارج وتسييرهم بشكل جميل وبشكل مقنن. لعل زميلي المصور زميلي سلطان رشيد ياخذ لقطة مثل ما تشاهدون. يعني هذا الآن بدأ التفويج لخروج حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة في إحدى الأماكن أو إحدى المواقع لتسيير حجاج بيت الله الحرام وخروجهم من صحن الكعبة المشرفة. طبعا رجال الأمن يقومون بالمتابعة وأيضا التسهيل وأيضا الإرشاد لحجاج بيت الله الحرام ومساعدتهم على المرور بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى أن هذه الأعمال تكون بناء على يعني ترتيب وتنسيق مسبق مع كافة الجهات وأيضا العمل عليها بشكل مرتب ومخطط له من أجل دخول وخروج حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد الحرام والكعبة المشرفة. الدخول والخروج يعني يكون بترتيب وتنسيق، بالإضافة إلى متابعة لحجاج بيت الله الحرام وزوار بيت الله الحرام للتأكد من سلامة وأيضا انسيابية المرور في كافة مواقع المسجد الحرام. وفي حال لا سمح الله كان هناك في زيادة إلى حد ما في عدد الحركة أو المرور، يتم التعامل معها وفق المعايير الاحترافية في مثل هذا الجانب وأيضا العمل عليها بشكل احترافي. طبعا لا ننسى أن درجات الحرارة في هذا الوقت مرتفعة
بعض الشيء، ولذلك نجد الإقبال على مياه زمزم المياه المباركة يصل في ذروته، لعل يصل تقريبا يوميا ما يستهلك ما يقارب 1000 كيلو متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى 32,000 عبوة يوميا يتم يعني استخدامها في 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 داخل الحرم المكي في من قبل زوار بيت الله الحرام والحجاج. طبعا هذه الحركة وهذه الكثافة يكون نتائجها أيضا وجود نفايات في الحرم المكي، والتي تصل ما بين 1500 إلى 2000 طن من النفايات يوميا. هذه النفايات طبعا يتم إخراجها في وقت قياسي ما بين القرب والبعد من المردم، ولكن في يعني ما بين 20 دقيقة إلى 40 دقيقة في حد أقصاها وحتى في الذروة. طبعا هذه العملية تتكرر يوميا ما بين 5 إلى 6 مرات في هذا الجانب، ويتم التأكد من نظافة المسجد الحرام وكل ما هو داخل نطاق المسجد الحرام من أجل سلامة وأيضا صحة وحجاج بيت الله الحرام والزائرين في هذا المسجد. طبعا الآن مثل ما تشاهدون هؤلاء الحجاج وهذا الحاج الكريم الذي يدعو الله بالمغفرة والرحمة وأيضا يدعو ما شاء له من الدعاء. طبعا مثل ما تشاهدون الحجاج يلوحون بأيديهم وأيضا فرحانين بهذا النسك العظيم الذي يعني يكون يعني فرحة لكل من يعني يقوم به من حجاج بيت الله الحرام. طبعا يعني والله الحمد مثل ما تشاهدون الابتسامة تعلو وجوه هؤلاء الحجاج بكل فرحة وكل سعادة وكل أريحية. أيضا المرور يكون بشكل جيد وبشكل جميل. طبعا هذه كلها لم تأتي يعني بين يوم وليلة، ولكن هذا بناء على ترتيب وتخطيط وأيضا عمل بعض التجارب على أرض الواقع، وأيضا العمل المحاكاة و في جانب هذا في هذا الجانب، وايضا العمل على دراسه ما تم في السنوات الماضيه، وايضا العمل على تطوير ما هو موجود ما كان سابقا وتطوير ما هو تطويره ليكون افضل مما كان في هذا العام في هذا العام الحالي، بالاضافه الى تقديم كل ما يمكن من خدمات وامكانيات يعني تكون في هذا الجانب، بالاضافه الى هذا الجانب المهم. فلذلك نتمنى لهم إن شاء الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. اللهم آمين. أبهجتنا ومتعتنا بهذه المناظر زميل طارق الغامدي من خلال هذه الصورة اللطيفة لحجاج بيت الله الحرام وهم مبتهجين وأيضا مبتسمين. شكرا جزيلا لك طارق الغامدي. ونترككم مشاهدينا مع هذه اللقطات المباشرة من المسجد الحرام وصحن المطاف لحجاج بيت الله الذين يؤدون طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات قبل توجههم إلى منى لقضاء يوم التروية.
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني على الجاهزية العسكرية لقوات الحرس الوطني المشاركة في الحج إثر زيارته لميدان القوات في الشرائع. هذا وتباشر القوات المشاركة تنفيذ مهامها في كل من مكة والمشاعر المقدسة والمدينة بين مهام أمنية وصحية تعزيزا لسلامة وراحة ضيوف الرحمن طيلة أيام الحج. بتوجيه من وزير الدفاع تفقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض أرويلي وحدات القوات المسلحة وقطاعات وزارة الدفاع المشاركة في مهام الحج للتأكد من جاهزيتها لتنفيذ مهامها في دعم الجهات الحكومية العاملة في الحج. وقام بافتتاح عدد من مشاريع تأهيل مخيمات حملة الوزارة لمنسوبيها ولذوي الشهداء والمصابين السعوديين واليمنيين، بالإضافة إلى افتتاح مشروع تأهيل مخيمات حملة ضيوف الوزارة القادمين من أكثر من 20 دولة. ضمن استعدادات وزارة الدفاع في الحج، وفرت الخدمات الصحية في الوزارة 5 طائرات إخلاء طبي جوي، فضلا عن تهيئة 30 فرقة للاستجابة السريعة لمباشرة حالات الطوارئ في المشاعر ومكة. بطائرات إخلاء جوي ومستشفيات ميدانية في المشاعر المقدسة، أعلنت وزارة الدفاع جاهزية مستشفياتها ومراكزها الإسعافية تلبية لاحتياجات الحجاج. فقد أكملت وزارة الدفاع ممثلة في الخدمات الصحية استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا العام 1445، وذلك من خلال بعثة تضم أكثر من 1600 من الكوادر الطبية والصحية والفنية والإدارية، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن. وتسهيلا لهم لأداء مناسكهم، اشتملت الوحدات على أقسام للتنويم والعمليات الجراحية ووحدات لضربات الشمس والإجهاد الحراري والغسيل الكلوي، وأيضا وحدة للمختبرات. يوجد لدينا أكثر من 23 مرفق صحي، مستشفيات ثابتة ومستشفيات ميدانية وعيادات أولية. خمس طائرات إخلاء طبي جوي مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم الخدمات الإسعافية بأسرع وقت لحفظ حياة الإنسان، لا سيما أن هذا الإنسان ضيفا من ضيوف الرحمن. سماح الدرع، مكة المكرمة. اختتمت مبادرة طريق مكة أعمالها لخدمة حجاج بيت الله الحرام في عدد من الدول، وذلك بعد وصول جميع المستفيدين من المبادرة إلى المملكة لأداء مناسك موسم حج هذا العام. شهدت مبادرة طريق مكة عبر صالات مخصصة في 11 مطارا في 7 دول توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة خلال استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر. ضيوف برنامج خادم الحرمين يتوافدون إلى مكة لأداء مناسك الحج. البرنامج يستقبل الحجاج من 88 دولة حول العالم. استقبلت المملكة عبر منافذها الجوية والبرية أكثر من 3000 حاج وحاجة. ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، استقبلت المملكة عبر منافذها الجوية والبرية أكثر من 3000 حاج وحاجة من 88 دولة منذ غرة شهر ذي الحجة. وشكل البرنامج لجان عمل مختصة لتقديم أرقى مستوى من الخدمات وتوفير جميع الإمكانات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة،
وتشمل الخدمات الاستقبال والإسكان والإعاشة والمواصلات والخدمات المساندة والطبية. البرنامج يعمل بالتنسيق والتكامل مع سفارات المملكة في الخارج لاختيار المستضافين وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات وفق منظومة شاملة تضمن سلاسة الوصول إلى المملكة. واستمر البرنامج في استقبال وفود ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج ليستقروا بمكة المكرمة إلى حين نقلهم إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، ومن ثم نقلهم إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والتعرف على المعالم التاريخية بها. إنسانية واهتمام بالغ نابع من حرص قيادة رشيدة على خدمة الحجاج دون تمييز وإثراء تجربة ضيوف الرحمن طوال رحلة الحج. تتميز حافلة مكة التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبالغ عددها 400 حافلة باحتوائها على تقنيات حديثة ومتقدمة، حيث تحتوي الحافلات على أنظمة لحماية من خلال كاميرات المراقبة داخل وخارج الحافلة ونظام تفادي الاصطدام، بالإضافة إلى شاشات إلكترونية توضح الوجهة المراد الوصول إليها ونظام لتسهيل صعود ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير أماكن لعربات الأطفال وذوي الإعاقة. عبر حجاج سوريون عن مشاعرهم حول وصولهم إلى مكة المكرمة، وذلك بعد انقطاع عن الحج دام نحو 14 عاما، وعبروا عن فرحهم وإعجابهم حول تجهيز وإعداد جميع الإمكانيات وتجنيد الطاقات البشرية لتوفير أفضل الخدمات لهم لحظة وصولهم ومتابعة خدماتهم طوال فترة وجودهم لأداء فريضة الحج. حجاج سوريون شاخت أعمارهم وتجاوزت 60، فتحققت أحلامهم في أول فوج من الحجاج السوريين بعد انقطاعهم نحو 13 عاما ليصلوا إلى البقاع الطاهرة بمكة المكرمة. والله إحنا يعني انبسطنا كثير، كنا سعداء بهالخبر. يعني هالجهود اللي انبذلت من الحكومة السورية والحكومة السعودية، تتأمن السفر لنا للمملكة العربية السعودية. يعني شعور طيب بعد 70 سنة أجي على المملكة، شعور كثير ممتاز. ونشكر الملك وولي العهد على الضيافة الحلوة، والله يطول عمره ويطول عمر ولي العهد. شعور يعني قمة السعادة، يعني الواحد يعني بيشوف هيك الواحد شيء كان يتمناه من زمان. تنظم الوفود وتجند الطاقات البشرية لتوفير أفضل الخدمات لهم طوال فترة وجودهم لأداء فريضة الحج. وصلنا لمكة المكرمة، كان فوز كبير بهالوصول لهون. يلي شفناه بقدومنا لهون تفاجأنا فيه بعد 14 سنة انقطاع عن حضورنا للحج، واستقبال الكبير اللي لمسناه من حكومة جلالة الملك الملك سلمان بن عبد العزيز. خطط وخدمات لتسهيل رحلة الحجاج وجعلها رحلة آمنة مطمئنة. من مكة المكرمة، عبد الرحمن الموسى. لراحة ورفاهية الحجاج لتأدية مناسكهم بيسر وطمأنينة، خطط وتجهيزات ومشروعات تنتظر ضيوف الرحمن في رحلتهم الإيمانية بمراعاة لأدق التفاصيل وأعلى معايير الكفاءة في خدمتهم وحفظ أمنهم وسلامتهم. منى، عرفات، مزدلفة، المشاعر المقدسة التي يؤدي فيها الحجاج شعيرتهم بكل سهولة واطمئنان، بداية من يوم التروية إلى نهاية أيام التشريق. ولتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم على أكمل وجه، شهدت المشاعر المقدسة مشروعات تطويرية ضخمة وضعت أمن الحجاج وسلامتهم والتيسير عليهم في حلهم وترحالهم أولوية. وخلال العام الجاري 2024 أنجزت حكومة المملكة مشروعات متعددة
لتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة بتكلفة تخطت 5 مليارات ريال، بينها إنشاء 4 مراكز أيواء بطاقة استيعابية لأكثر من 40,000 حاج، مع تهيئة مسار يسهم في تخفيف درجات الحرارة على الحجاج، وطريق للمشاة لكبار السن وذوي الاحتياجات بمزدلفة. مشروعات تطويرية تضاف إلى محطات فارقة كان لها أثرها في التيسير على الحجاج، كقطار المشاعر المقدسة الذي ينقل الحجاج وفق أعلى معايير الجودة والسلامة بمعدل تفويج لأكثر من 72,000 حاج كل ساعة. بانسيابية كبيرة تتحرك قوافل الحجاج بين المشاعر بفضل الخطط والتنسيق المحكم بين الجهات المعنية والتصميم الهندسي الفريد لمنشأة الجمرات بمشعر منى الذي يمكنها من استيعاب أعداد كبيرة من الحجاج في وقت واحد وبكل يسر وطمأنينة لأداء مناسكهم، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 300,000 حاج في الساعة. وتضم المشاعر المقدسة مساجد تاريخية لها مكانتها الكبيرة عند المسلمين، والتي يسترجع الحاج عبرها التاريخ الإسلامي، وتحيطه فيها خدمات وتقنيات لإثراء تجربته الروحانية، جهود سعودية ممتدة ومتواصلة في خدمة الإسلام والمسلمين، والتيسير على ضيوف الرحمن لم يشهد لها التاريخ مثالا، يشهدها ويشهد لها كل حاج. وحول حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، سجل مركز الأرصاد اليوم 43 درجة مئوية في مكة ومشعر منى ومزدلفة، فيما سجل مشعر عرفات 44 درجة مئوية. وفي عموم مناطق المملكة، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. أدانت لجنة المنازعات المالية 10 مخالفين بسوق الأسهم وسجن أحدهم وإلزامهم بدفع
1,700,000 ريال، حيث كشفت اللجنة عن إدانة شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري والسجن 6 أشهر لفواز عبد الله الخضري، إضافة إلى تغريم مشعل عبد الله الخضري وإلزامه بدفع 11,000,000 ريال. كما غرمت اللجنة نايف عبد الله العلي وإلزامه بدفع 8,000,000 ريال وتغريم عبد العزيز عبد الله الخضري وإلزامه بدفع 9,000,000 ريال وتغريم غادة عبد الله الخضري وإلزامها بدفع 1,000,000 ريال. هذا وألزمت المنازعات المالية تغريم سامي عبد الله الخضري بدفع 12,000,000 ريال وفوزي عبد الله العلي بدفع 8,000,000 ريال. الآن تذكر بهم العناوين. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون غدا إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية أول مناسك الحج. الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترفع جاهزية المواقيت ومساجد الحل استعدادا لموسم الحج. تخصيص 16 بابا وخمسة جسور لتسهيل حركة الحجاج في الحرم المكي وأبواب خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن. والمنتجات التجارية المعدة للحجاج تحظى بحماية عدلية والنيابة العامة تتوعد المخالفين. وصلنا إلى الختام. منظومة متكاملة من كافة الجهات في المملكة تعمل ليل نهار لراحة وأمن وسلامة ضيوف الرحمن. حجاج بيت الله الحرام، إلى اللقاء.